جينا بقى لمطبخنا الحلو، والنهارده هنعمل حاجات يامي ولذيذه جدا جدا. هنعمل عصير حلو مع الاساتذه الحلوين دول، عصير فراوله سموذي جميل قوي. مين بيساعد مامته في المطبخ؟ انا. بجد بتعملي ايه؟ بساعدها في الاكل. في الاكل بتعملي ايه بقى معاها؟ بعمل حاجات كتير. زي ايه؟ يعني بساعدها وبحط لها دقيق مثلا. مثلا مثلا لما بتقول لك هاتي الدقيق هنا تحطيه لها على طول. وانت يا استاذ بتساعدها؟ لا. ليه ما بتساعدهاش ليه؟ اعمل في المطبخ. تعملي في المطبخ؟ تشيل معاها اطباق، تغسل لها مواعين، تقول لها تقول لك هات الدقيق، تدب لها الدقيق، تعمل لها عصير زي اللي هنعمله دلوقتي حالا ده. ايه رايك اعلمك حاجه تعملها لها؟ ماشي؟ وتعزمها عليها، ايه رايك؟ ماشي. تعالوا بقى نتعلم هنعمل ازاي عصير سموذي فراوله خطير. مين بيحب الفراوله قوي قوي؟ انا. والفراوله كمان مفيده قوي قوي، فيها فيتامين سي كمان، صح؟ طيب هنقول لماما ايه؟ هات لنا فراوله يا ماما، صح كده؟ ونقوم حاطينها في البلندر. اتفضلوا حطوا فراوله. انتوا لابسين جوانتيات بقى عشان ايه؟ ايوه تعيشوا حياتكم. يلا هنحط فراوله بس كده. ماما هتغسل الفراوله، انتوا مالكم مكسوفين اهو. ونحط الفراوله. وبعدين ايه ده؟ ده ايه؟ ده ايس كريم فراوله. هنقول لماما هتجيب لنا ايه؟ ايس كريم فراوله. ونقوم حطيت الفراوله على ايس كريم الفراوله كده اهو. يا سلام يا سلام، الصوص بتاعه بكل حاجه بحركاته كلها. حلو الكلام؟ حلو. ممكن معلقه يا استاذه؟ معلقه. انت استاذ معلقه بسرعه تيمو، معلش احنا مطولينكو. ايوه شكرا شكرا يا ست البنات. بس لا علشان بس ما نوقعش بقى، ما احنا مهم قوي ان احنا واحنا بنساعد ماما ان احنا نخرج من المطبخ ما نسيبش المطبخ بقى فوق بعضه، صح؟ يبقى المطبخ نظيف وحلو. طيب حطينا الايس كريم بتاعنا، هنحط ايه؟ فاضل ايه؟ لبن. ايه رايك؟ يلا حط اللبن. يلا يا سيدي حطه كله. يلا فداك. لبن مفيد وجميل. حلو قوي الكلام ده، اللي مش عايزينه نحطه تحت بقى على طول. طيب ونحط شويه ايه بقى عشان يسكروا لنا الموضوع؟ ده ايه ده؟ عسل. ممكن نحط شويه عسل؟ حطي انت عسل. يلا يبقى احنا عملنا ايه؟ جبنا ايه؟ فراوله وايس كريم فراوله. حلو، كفايه كده عسل ولبن وعسل. وعسل، حلو شكرا. خليكي زي ما انت كده اهو، زي ما انت ايديكي جواكي كده ماشي. وبعدين نقوم حاطين شويه عسل زي ما هي عملت كده. اسم الله اسم الله. ونقوم قافلين البلندر وحاطين الخلاط ودايسين على الخلاط. دوس على الخلاط على واحد كده بس كده. ايه رايكم؟ خد وقت؟ خد وقت؟ لا خالص. ماشي. هو احنا هنصب العصير؟ ايوه ماشي. حلوه قوي. جايبين بقى الكوبايات الحلوه بتاعه السموذي. عندي واحده زيها بجد. طب حلوه قوي عشان تعرفي تعمليها في البيت زيها بالظبط. نجيب السموذي الحلو بتاعنا العظيم ونقوم صبيه بس كده. ما خدش وقت خالص. لذيذ ويامي ومفيد وساقع. وفي ممكن نعمله في الشتاء. وممكن نعمله في الشتاء طبعا، الفراوله بتطلع في الشتاء كمان. طب بصي انا وقعت حته، ممكن تيجي تنضفي الحته اللي انا وقعتها دي؟ هاتي المناديل يلا بسرعه. وانا ايه هقفل انا البلندر او الخلاط. يا سلام على الاقتصاد، يا سلام عاجبني اقتصادها جدا. ونقوم منضفين كده اهو كده اهو كده اهو بسرعه. وقافلين على الغطا كده. اقفلي بقى مش عندك زيها. يلا اقفل انت عليها. ايوه ايوه كده. ونقوم قافلين 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 كده اهو. شطاره. ايه رايكم تدوقوا بقى وتقولوا لي ايه الاخبار؟ دوقوا بقى عمايل ايديكم. حلو. حلو قوي قوي. حلو جدا. بس خلاص هتعملوا بقى لماما في البيت؟ عرفت تساعدها في ايه ولا ما عرفتش؟ ماشي يلا تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه مع اخواتهم اكل النهارده. خدوا بقى ده وادوه لمامي عشان تدوقوا ونشوف بقى اخواتكم هيعملوا ايه. يا سليم يا ياسر يلا هنعمل ايه بقى النهارده؟ هنعمل برجر بطاطس. يام 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 يام. ازيكم يا شباب؟
الحمد لله. تساعدوا ماما في المطبخ؟ اه. بجد؟ بتعملوا ايه؟ اخرنا بنديها كل حاجة هي عايزاها. اوكي. وانت بتعمل ايه؟ اخر ساعتها في المواعين بس. طب حلو، ده حاجة مهمة قوي. انت تغسل مواعينك دي يعني كتر خيرك والله. طيب ايه رايكم بقى نعمل برجر بطاطس؟ كلتوه قبل كده؟ لا. طب انا اعلمكم بقى حاجه ظريفه جدا. دي ايه يا ولاد؟ جريل. دي بطاطس. بطاطس مبشوره. بطاطس مبشوره نقوم حاطينها كده اهو كلها. حلو الكلام. حلو. جبنا بطاطس قشرناها سلقناها بشرناها. طبعا ماما ممكن تقشرها وتسلقها وانتوا تساعدوها في ان انتوا تبشروها. سهله دي؟ سهل. طيب هنحط ايه بعدها؟ عندنا ايه كمان؟ هات بقى اللي عندك كده وقولي عندك ايه. ده ايه ده بقى؟ اقول لك انا ده ايه. ده حمص مدحون. عارفين الحمص؟ اه. جايبين حمص وطحنينه عشان نحطه مع البطاطس. يبقى احنا حطينا ايه كده؟ حمص. وايه كمان؟ بطاطس. وبطاطس مبشور. حلو قوي. ماشي. كده دقيق. لا خلي ده بعدين شويه. هنحط ايه كمان؟ ده ايه؟ مشروم مطحون زي الايه؟ زي الحمص. زي الحمص المطحون. يبقى كل حاجه مطحونه بالظبط عشان كله يتطحن في بعضه ونعرف نعجنه في بعضه. طيب ايه كمان اللي مش عايزينه ننزله تحت على طول. اوكي. هنحط ايه بقى؟ عندنا شويه خضروات وشويه حاجات يامي هنا. ده توم مفروم. حط شويه توم. ماشي شكرا. مش كلهم طب. وده بصل مفروم. نحط شويه بصل كده اهو. هنجيب فلفل اسمر وملح. لا خليهم في الاخر. اللي قدامك ده ايه؟ جرجير. ده بقدونس مش جرجير. بقدونس. نقوم حاطين بقدونس بقى مع البطاطس. ما اقولكوش نحط البقدونس كده اهو. حلو كده شويه بقدونس حلوين. طماطم. لا دي مش طماطم، ده فلفل ملون. فلفل احمر. ممكن نحط ملون اكتر، اصفر احمر اخضر. احنا النهارده محضرين معانا الفلفل الملون. طبعا يا ولاد لو انتوا في البيت قاعدين بتتفرجوا على الاكله دي او عايزين تعملوها لما انتوا تروحوا انت او هو واستاذ آسر واستاذ سليم، مش لازم بقى تقولوا لماما احنا ما عندناش فلفل احمر مش هينفع نعمل الاكله. ممكن نعملها بفلفل اصفر، ممكن نعملها بفلفل اخضر عادي. يعني نعملها باي فلفل الوان. اي فلفل الوان بالظبط كده. يعني مش لازم يبقى احمر بس احنا محضرين الاحمر. دي ايه بقى؟ كابوتشو. لا قص. مين يعرف ايه ده؟ قص. لو شميتها تعرف. دي كوسه مبشوره. كوسة. ايوه كوسه بشرينها. نقوم حاطين الكوسه المبشوره كده اهو. فوائدها بقى ما اقولكوش، احنا مش هنحس بطعمها قوي على قد ما نحس بفوائدها. وبعدين نقوم عاملين ايه يا شباب؟ فلفل. نقلب الاول كده القلبه تقليبه حلوه عشان نحط الفلفل والملح. جاهز تحط لنا فلفل وملح؟ جاهز. يلا حط لنا فلفل وملح. انا هحط الفلفل. ماشي. انت هتحط البقسماط. ماشي. يلا. كلها؟ طبعا الاكله دي فيها بروتين نباتي، فيها خضار. البروتين النباتي بيقلل الخطر بالاصابه بامراض القلب لا قدر الله، بعد الشر على الكبار والصغيرين يا رب. وكمان السكر. اه حط شويه فلفل كده حلوين. ايوه كده بهارات بتبقى حلوه. بيساعد كمان في خفض الكوليسترول الكبار الحلوين، عشان بس نبقى عارفين احنا بنعمل ايه لبابا وماما ونقول لهم فوائدها. تاني؟ بيظبط ضغط الدم. لا كده حلو. حط بقى في ملح. خلاص حلو كده. ماشي. حلو قوي. تاني؟ لا حلو كده. حطيت ملح كويس انت ولا ايه؟ لا انا واثقه فيك. كمان. حط كمان. ماشي. نقعد بقى ايه؟ نقلب كده اهو. انا محتاجه احط الزيت على النار عشان يسخن. هنحط شويه بقسماط وننضف. ممكن ننضف هنا حوالين ده. انا هاجي هنا احط الزيت بتاعنا على النار عشان يسخن. يلا هنحط بقسماط. اه حط شويه. لا حط كده على طول. حط كده على طول. اللي بيحبوا الدايت بقى يحبوا الاكله دي قوي 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 قوي، لان الاكله اصلا بتساعد ان احنا ايه نظبط الوزن بتاعنا. انا معلش هساعدكم يا شباب عشان ايه منعا لل مشكلات والبهدله بالظبط كده. هنقعد احنا بقى ايه نقلب. انت اقعد قلب ارجوك. الله عايزين ننضف ورانا اول باول. الزيت بتاعنا بيسخن. انت هتقلب من غير لما توقع. مش كده يا سليم؟ اه. اي سليم يا سليم هقعد الم وراك. يلا بواحده بس بواحده بس بواحده بس هتبقى اسهل.
وانت بقى انت بقى يا استاذ انا محضره لك الخلطه بتاعتنا اوريدي جاهزه، يعني دي كمان شويه هتبقى شبه دي. هبقى طالبه منك تعمل لي ايه؟ كور كور البرجر بتاعتنا. يلا اعملها لي. طبعا الخلطه اللي الاستاذ سليم بيقلبها دلوقتي، يقعد يقلبها اكتر 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 ويعجنها كمان بايديه، وبعدين نحطها في التلاجة شويه. لازم نحطها في التلاجة عشان تمسك نفسها بتاع 10 دقايق مثلا، ربع ساعه حاجه كده يعني. ايه رايك بقى تسيب المعلقه وتعجن بايديك عشان احنا لازم ندخلها في بعضها؟ يلا شكرا على المعلقه قوي. كده كده ازاي اعجنها بقى بايديك كده؟ ايوه كده. هنقعد نعجن بايدينا وبعدين هندخلها التلاجة زي ما قلنا. قد ايه يا اولاد؟ 10 دقايق. 10 دقايق ربع ساعة، كل ما يعني تقعد شوية كل ما تبقى ماسكة نفسها أكتر. بس لو احنا مستعجلين بقى وعايزين نعمل الأكل 5 دقايق لماما. لا مش لدرجة 5 دقايق، 10 دقايق. حلو قوي الكلام ده، ماشي جميل. يلا اللي بعده. طبعا أنا محضرة برضو المقاس المثالي عشان يبقى برجر ماسك نفسه كده، تخنها شوية، أنت عاملها رفيعة. ده المقاس المثالي للبرجر اللي انا محضره لكم. حطها هنا بقى جنب اخواتها، وبتقلي الزيت. ابتدينا نسمع انه سخ وابتدى يقدح، نقوم عاملين ايه؟ ننزلها بالراحه عشان ما نلبس من ايه، ما نلمسش الزيت. وطبعا نخلي بالنا احنا مش احنا اللي بنمسك الزيت، احنا ماما اللي ممكن تساعدنا في المرحله دي. يعني احنا هنحضر لها العجينه، نحضر لها البرجر، ونحضر كل حاجه زي ما الاستاذ سليم والاستاذ آسر كده امارات، وبيعملوا شغل عالي جدا جدا جدا. انما ماما هي اللي هتحط في الزيت، ارجوكوا يا اولاد. حلو قوي، جميل قوي اللي انت عملته ده بقى يا استاذ. هنقوم حاطينه فين؟ التلاجه. يبقى احنا وصلنا للمرحله الهايله جدا بتاعه العجن اللي هو بيعملها دلوقتي، اللي مين بيعملها؟ سليم بيعملها. تاني مرحله بعد ما تطلع من التلاجه هتبقى شبه العجينه دي، ماسكه نفسها اكتر. هنعمل المرحله اللي آسر بيعملها. تالت مرحله هنقوم مدينها لماما كده جاهزه حلوه، نقول لها يا ماما حطيها لنا في الزيت. تطلع في الزيت، هنحطهم كلهم في الزيت. يطلعوا ازاي في الاخر؟ يطلعوا ازاي؟ ما انا مجهزه لكم برده. يطلعوا حلوين ويم يم وطعمين. شكرا جدا. هنقعد بقى نحطهم كلهم اهو، ونسيبها تستوي براحتها. البرجر بتاع البطاطس بتاعنا دي طبعا تنفع بقى في اللانش بوكس، تنفع واحنا بنذاكر، حاجه لذيذه جدا. تنفع مقبلات مع الاكل واحنا بناكل، تنفع سندوتشات نعملها برجر بطاطس ونحطها مع عيش وسندوتشات وكده. خلاص احنا خلصنا هنا، هنشيل دي في الثلاجه، هنقلع الجوانتي ونشيلها في الثلاجه. شكرا. وننضف ورانا بس كده، كاننا شلناها في الثلاجه. ايوه اقلع الجوانتي، نضف ورانا. اللي هيطلع هنحطه على المناديل. عايزاكوا ايه؟ انت خلاص بقى شكرا. الاخيره يلا. شطاره حلاوه طعامه لذاذه، وكمان طعمها لازم تدوقوه، خطير. انا محضره لكم بقى الجاهزه، دوقها وانت دوقها. وبكده يبقى وصلنا لغايه نهايه الرحله بتاعتنا. دوقوا دوقوا بجد نهايه الرحله بتاعتنا. هندوق بقى اكلنا الحلو ونروح نغني اغنيتنا الحلوه. بس دلوقتي نقول لهم اتبسطتوا؟ أوه. أوي أوي؟ أوي. طب قولهم باي باي. يلا باي.